اليوم الثاني للفعاليات الصحية في موسم هذا العام 1438 هجرية من المواسم الثقافية التي اعتادت عليها الجمعية الحسينية في تنظيمها في شهر رمضان. في هذا الموسم والحمد لله نحتضن نخبة من الأطباء الكبار الاستشاريين في تخصصات متعددة. أقدم أول شيء للشكر الجزيل إلى الجماعة والإخوان في اللجنة الثقافية وفي الجمعية الحسينية على هذه الفعاليات التي تقوم بها في الشهر الكريم شهر رمضان المبارك من فعاليات صحية أو غيرها أو إسعافات أولية التي تكون فيها معلومات أو تثقيف صحي إلى الناس بشكل عام. لابد أن نشير هنا إلى أهمية هذه الفعاليات وإلى الجهود المبذولة من الجميع ومن الأخوة الدكاترة أو الأطباء، وعلى الناس أن يعني يحضرون هذه الفعاليات لما فيها من أهمية وتثقيف صحي، سواء إلى أطفالنا الأعزاء أو الآباء أو الإخوان الشباب. طبعاً أشكر الجمعية الحسينية على هذه الفعالية المهمة، واللي أتمنى أن دائماً يحافظوا على هذه الفعاليات. أنا عن نفسي كشخص استفدت من هذه الفعالية وعرفت عندي المشكلة في الأنف ببركة الدكتور عبد الحكيم العريبي، عرفت المشكلة، وأتمنى من الجميع الحضور في مثل هذه الفعاليات وتقويتها، وفي نفس الوقت الفائدة، يعني استشارة مجانية وتجيك في بيتك، فأتمنى من الجميع الحضور والاستفادة منها. وشكراً. العناية بالجانب الصحي من أهم واجبات الإنسان تجاه نفسه وتجاه مجتمعه. كانت هذه الفعاليات كانت في نطاق أضيق هذا العام، الحمد لله توسعت فشملت لنا مجيء في ليلة واحدة أربعة أطباء في ثلاثة تخصصات طبية مهمة، هي العين والأنف والأذن والحنجرة. بدورنا نحث أخواننا الأهالي والمواطنين وأصدقائنا على الحضور والمواظبة على مثل هذه الفعاليات، لا لإنجاحها فقط ضمن فعاليات الجمعية، وإنما أيضا حتى يمكن استثمارها والاستفادة منها في معرفة جوانب الصحة الخاصة بالإنسان نفسه. مثلا أنا يعني شخصيا لا أفحص عن الشبكية، ولكن نصيحة الدكتور دعتني أن أقوم بعملية فحص سنوي أو دوري للشبكية، لأن أنا مصاب بالسكر يعني. فهذه من إحدى فوائد، أيضا تعرفنا على مجموعة من الأطباء، وهذا أيضا كونت شكل من أشكال العلاقات، على الأقل مدخل هذه العلاقات ليعرفونا ونعرفهم. أولا نشكر إدارة الجمعية على هذا المجهود الطبي. طبعا أنا فحصت واستفدت أشياء كثيرة نبهني إليها الدكتور، من قياس العين اللي هو ضغط العين والرؤية، والحمد لله كل شيء تمام. نشكرهم مرة أخرى ولكم جزيل الشكر والاحترام. اليوم فعاليتنا عن أمراض العيون، وعندنا الدكتور جلال الموسوي، طبيب استشاري معروف في البحرين على مستوى البحرين وذو كفاءة عالية. فعاليته اللي سواها اليوم بحيث أنه جاب أجهزته بحيث أنه يفحص حدة الأبصار إلى الناس اللي جايين يزورونه ويشوفونه وينتظرونه، ويشوف قاع العين، يفحص قاع العين بالجهاز عنده. الفحوصات هذه ما تسوى إلا في المراكز أو في عيادة العيون نفسها. أي مريض عنده شكوى ممكن يحلها إليه أو ينصحه ويش يسوي. طبعا هذه مو عيادة الآن هني موجودة عندنا، إنما على الأقل بيقول له وبيحده ويش يسوي، وين يروح، كيف يتعالج، وهذا جدا مهم.
بالنسبة إلى الناس، سواء إذا كان عنده عتمة في القرنية أو في العدسة أو عنده مشكلة في الشبكية. طبعا إذا كان ضغط العين عالي أو السكر أو الضغط مؤثر على قاع العين، فهذا بعد يكتشف مبكرا. الحمد لله الفيدباك من الناس اللي لقيتهم عقب ما خلصوا من فحوصات مع الدكتور نبيل تمام والدكتور حكيم كانت جدا إيجابية، وكانوا مرتاحين. بعضهم بعد قام يغالط بحيث انه يشوفه دكتور نبيل ويشوفه الدكتور حكيم وطلعوا بنفس الرأي، فهذا يقول لي عملية، فيتخوف شوية ياخذ ولده عند الثاني يقول لي بعد ترى تحتاج الى عملية، فخلاص يستسلم يعني. فالحمد لله رب العالمين، في ناس الحمد لله استفادت. هذا اللي طلعنا فيه السنة غير الفعاليات المعهودة اللي هي المحاضرات، بحيث انه يجي ويتكلم عن حاجة واحدة فقط او مرض واحد فقط في اي مجال، بحيث ان الناس ما ليهم مشاركة وحركة وغيره الا في النهاية اذا واحد حصل انه يسأل سؤال على استحياء. اتمنى الخير للجميع، وان شاء الله الجميع يستفيدون ويشاركونا في الفعاليات الجايه.